علاقة ما بين حلك آخر السنة ودرجتك؟ ما في أي علاقة ما بين حلك آخر السنة في الورقة ودرجتك. ده أنت فاهم غلط. درجتك آخر السنة واقفة بس على مجهودك طول السنة. تعبت طول السنة ما تشيلش هم الدرجة في الآخر. خالص. مرمطت طول السنة ما تشيلش هم الدرجة في الآخر. لقيت واحد كان لسه بيتكلم قبل ما اخش من الشغل، يقول يا مستر انا تعبان جدا وعندي برد وعندي انفلونزا ومش قادر اجي الدرس، يا حصه مهمه تعالى يا مستر. قلت له تعالى ليه؟ بقول له كده علشان هو جاي تعب ومرمطه دي هتتكتب، هتتكتب عند ربنا، هتلاقيه بعد كده في النهايه جاي ياخد نتيجه تعب. الكلام ده بجد يا مستر، الكلام ده انا مريت معاه، انا مريت شخصيا بيه والله يا اخوانا. انا في ثانويه عامه كنت في الرياضه باخد درس عند الاستاذ محمد عمر، في الرياضه ما سبتش كتاب ما حلتوش، ما سبتش مسألة ما حلتهاش. كنت ابقى ماشي كده الاقي ورقة في الأرض بتاعة رياضة تبص فيها مسائل اروح جاي حلها بسرعة كده وانا ماشي. والله كنت ابقى ماشي الاقي اتنين ماشيين بيتكلموا على مسألة في الرياضة اروح جاي معدي كده انا حلتها قبل كده واروح جاي ماشي. انتوا متخيلين لدرجة ايه؟ واخش امتحان آخر السنة، الامتحان عبيط عبيط، حليته في نص ساعة أصلا، وطالع برنس ورايح للمستر عشان أوريه الحل، وأتفاجئ إن في مسألة رسمتها غلط بثلاث درجات. كانت كارثه، صدمه، كان هيغمى عليا. قلت لا يمكن المستر ما خدش باله. رحت جبت نموذج الاجابه ولقيت المساله غلط وانا راسمها غلط وغلط، مش خلاص خلاص ثلاث درجات. واتفاجئ اخر السنه الاقي نفسي جايب 50 من 50. حظك والله ما حظ، ده توفيق من عند ربنا، عشان ربنا قال مش هيضيع تعب حد. ده حصل معايا شخصيا؟ اه والله. صدقني حلك اخر السنه مش هو اللي هيطلع لك النتيجه، النتيجه هي نتيجه تعبك طول السنه. عشان كده ما تبقاش فاكر ان اللي هيعامل نفسه برنس وهيجي اخر شهر ويضغط نفسه ويمرض نفسه في المذاكره ويجيب نتيجه كويسه، لا. ربنا عد مش هيساوي ما بين واحد تعب شهر وواحد تعب 10 شهور، مستحيل. علشان كده انا قاعدتي بقعد اقول لك مرمض نفسك في المذاكره، اتعب قوي علشان ربنا هيقف جنبك، علشان هتلاقي نفسك في يوم محتاج ان هو يقف جنبك، وهو هيقف جنبك، هو اقرب مني ومنك من اي حد تاني. من كام سنه كده لقيت طالب كان جاي يحكي لي موقف حصل معاه، وكان طالب ثانويه عامه. الولد ده كان حوت، انا فاكر شكله جدا لان هو كان حوت في الكيمياء، كان بيحل اسئله بطريقه غير طبيعيه. بيقول لي يا مستر انا كنت قاعد في اللجنه، بتاعت الامتحان، وامتحان سهل جدا حليته 100 مره، بس في سؤال اخطر اخذ مني بتاع ساعه الا ربع، حليته كام مره بس انا مش فاكر المس كانت عامله لي غلط وعامله الصح مين بقى، وانا نسيت اسالها هي دي صح ليه ومش فاكر. ساعة الا ربع عمال تايه وخلاص الوقت انتهى والمراقب يشد الورقه، بيقول لي انا قاعد قلت يا رب يعني انا تعبت قوي في الكيمياء وتمرمطت في الكيمياء في الاخر ما قفلتش. المراقب يشد الورقه يروح جاي معلم على جيم وتطلع جيم الصح. ده حظه؟ لا والله ده توفيق من عند ربنا. خلي بالك ربنا بيقف جنبك كتير، هيقف جنبك كتير وانت مش واخد بالك، بس ده لما تتعب، ده لما تعرق، لما تتمرمط. فاهمين قصدي يا اخوانا؟ عايزك تيجي بالليل والناس كلها نايمه وانت صاحي وقاعد بتذاكر، وبينك وبين نفسك كده الناس كلها نايمه يا رب وانا بذاكر انا بتعب عشان هتقف جنبي اتكلم معاك. عايز يبقى الشتاء الجو بيمطر والدنيا صعبه وفي البيت يقول لك يا ابني ما تنزلش، لا هنزل، وانا مش هنزل عشان اتفسح، انا هنزل عشان تعبي ومرمطي دي هتتكتب، تعبي ومرمطي دي هتتحسب لي. هتبقى نازل في عز المطر والبهدله شاهد، خد بالك شايف الشوارع عامله ازاي، نتيجة التعب دي مش هتروح هضب، مش حلك آخر السنة. ما تفتكرش اللي حاطط سماعات بلوتوث في ودانه وبيجيب الامتحان ودخل كلية طب ولا الهبل اللي احنا بنسمع عنه ده خلاص كده عدى ولا خد حاجة مش حقه. لا، هو في حاجة اسمها واحد خد حاجة مش حقه؟ هو اللي بيوزع الحقوق مين؟ هو مين اللي مسؤول عنها؟ ده بس بيأجلهم. طب وبعدين دخل كلية طب وبعدين؟ هشوف سنتين ثلاثة بعد ما اتخرج هتلاقيه اترفض من النقابة ولا اتحبس ولا عمل كارثة ولا موت واحد ولا ورا الشمس. واحد تاني بذل مجهود وكان مكانه في كليه اداب وبقى دكتور في الجامعه وبقى حاجه كبيره. موضوع يا اخوانا ما بيتحسبش بحساباتنا احنا. اتعب طول السنه، مرمط نفسك طول السنه، خليك بتعرق وانت بتذاكر عشان نتيجه العرق دوت هو ربنا اللي هيديها لك في الاخر فاتوره.